عاد المحافظون إلى سدة الحكم في اليونان إثر فوز كبير في انتخابات برلمانية مبكرة، لتنتهي بذلك 4 سنوات من حكم اليساريين بزعامة أليكسيس تسيبراس من حزب سيريزا. 4 سنوات عجاف فشل اليسار خلالها في الخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية الكبيرة وديونها التي أدخلتها في نفق مظلم، مع زيادة معدلات البطالة بشكل غير مسبوق رغم الضرائب الكبيرة التي يدفعها اليونانيون. أوضاع صعبة دفعت رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس للدعوة لانتخابات مبكرة. هزيمة اليسار في الانتخابات التشريعية سبقتها هزيمتان على يد نفس الخصم، إحداهما أوروبية والثانية محلية، وكلاهما في غضون أسبوعين خلال أيار مايو الماضي. وقد ركز زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كرياكوس ميسوتاكيس خلال حملته على الوعود لتخفيف الألم اليوناني من خلال خفض الضرائب وفتح الخصخصة وزيادة الاستثمارات وكفاءة الدولة. لقد وضعت طموحاتي عالية للغاية، وأعتقد أننا مستعدون كما تعلمون لقفزة كبيرة إلى الأمام، وأعتقد أن اليونان على مدى السنوات الأربع المقبلة يمكن أن تكون قصة نجاح سارة لمنطقة اليورو. زعيم حزب الديمقراطية الجديدة الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس للوزراء هو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسية بارزة، فهو نجل رئيس الوزراء الأسبق كوستانتينيوس ميتسوتاكيس، وكانت شقيقته دورا باكويانيس عمدة أثينا عندما استضافت المدينة دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 قبل أن تصبح وزيرة لخارجية اليونان لاحقاً.